متفائلين. الا كنتي سولتي على النتيجه غادي يعطي غادي يرجح كفه الجيش الملكي انهم ترسانه كبيره تو سامبلومون. وعارفين احنا عاد هذه 3 ايام لعبنا في بركان, زيد عنا السفر, زيد بان في بركان كذلك دار لو بلون دو جو ديالنا كان متعب. العكس انا فين عندي حسره شويه بغيت نبارطاجي غير معكم, هو في الشوط الاول كنا نديرو 2-3-0 فاسيل, هذه اللي بقات فيا شويه. سينو باش نزل الارض الواقع فغا ماتش نول مع الجيش سبيا, فرحان باللاعبين. الناس ما يهمني هو في هاد الخمسه هاد المقابلات في هاد لا سيري دو 5 ماتش صفر هزيمه, الوغ كو القرعه لم تكن رحيمه, واجهنا الرجاء وبركان والجيش فوالا, والفوس لعبنا من قوس العدد اكادير خارج الميدان فوالا. يعني 9 بوان في هاد 15 مقابل في 15 النقاط المتاحه حصيله جد ايجابيه. هذا هو اللي كاين, شغلنا هو الهضره, شغلنا هو التواصل, هو الموتيفيو الناس الى لو بوتونسييل. حنا ازواق تلعبوا لانه عنده الامكانيات, عنده المؤهلات, عنده لو مونتال باش يعوض بدر الدين بن عاشور. وانتم شفتوا الماتش اللي دار, غرون ماتش كان حاسما من مواليد 2007 فوالا. جو سي با واش نقدر نقولها ولا ما نقولهاش, مي داك الوليد واخا تشوفوه شويه فريكس راه حامل القران, حامل كتاب الله داك الولد. اما برافو علي, برافو سي بارون, تري بون بيرسون, رجل. انا جو لو كونسيدير با 2007, سنعتبره بحاله بحال سعود بحال جوفي بحال العرب, مي فرحان بالاداء ديالو, فرحان بالاداء ديالو وفوالا. كل ما اتيحت الفرصه غادي جو في غادي نعتمد عليه.